بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج اعرف حقوقك. يعني حبيت أتكلم في هذا الحلقة عن موضوع قانون الدفاع والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين نتيجة تنفيذ أوامر الدفاع أو أحكام قانون الدفاع. مؤخرا صدرت عدة اجتهادات وقرارات من المحاكم على اختلاف درجاتها فيما يتعلق بالأجرة عن فترة الحظر، بحيث قررت المحاكم إسقاط هذه الأجرة عن المستأجر عن فترة الحظر، واللي امتدت من تاريخ 18/3/2020 ولغاية 3/5 أو من 21/3/2020 ولغاية 3/5/2020، بحيث أنه في حال أنه تم إقامة دعوة أمام المحاكم لغايات المطالبة بالأجور، قالت المحكمة بأنه هنا في عنا بموجب أحكام أوامر الدفاع تم إسقاط هذه الدعوة لوجود الاستحالة في عملية تنفيذ العقد. طبعا هذا الموضوع لا ينسحب فقط على الأجرة، لكن موضوع المالكين والمستأجرين هو من المواضيع اللي تعني يعني 99% بجوز من إذا مش 100% من مواطنين المملكة الأردنية الهاشمية، لأنه إما أن تكون أنت مؤجر أو تكون مستأجر في معظم الحياة، أو قد تجمع الصفتين مع بعضهما البعض، فقد تكون مالكا ومستأجرا عند مالك آخر، أو قد تكون مستأجرا ومالكا ولديك مستأجرين في عقار أنت تملكه. هذا فيما يتعلق بجانب المستأجرين والمالكين. قلنا أنه في تعويض عن موضوع الأجرة، ولكن كيف بدنا نحصل هذا التعويض؟ شو الأحكام اللي نصت عليها أو اللي نص عليها قانون الدفاع؟ سنتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة بشكل موجز بسيط، بحيث أنه نقدر نفهم شو الإجراءات، كيف أنا بدي أقدر أسوي معاملة التعويض أو المطالبة بالتعويض، هل إلي الحق في أني أطالب عن التعويض، هل تنطبق علي الشروط حتى أطالب بهذا التعويض أم لا. موضوع التعويض عالجته مادتين بأحكام المادة التاسعة من قانون الدفاع، واللي نصت على ما يلي: لكل من كلف بأي عمل أو أداء أي خدمة أو تقديم أي مال، ولكل من تم الاستيلاء على ماله أو وضع اليد عليه أو نقله أو إتلافه، ولكل من اتخذ بحقه أي إجراء بموجب هذا القانون أو أي أمر أو تكليف صادر بمقتضاه، الحق بالتعويض. ولرئيس الوزراء أن يحدد مقدار التعويض، وأن يقرر تأديته عن أي مال أو عمل أو إجراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تقديم الطلب بالتعويض، على أن يكون للمتضرر في حال عدم موافقته على القيمة المقررة للتعويض الحق بإقامة الدعوة لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل المترتب له وفقا لأحكام القوانين النافذة المفعول. هذه تحدثت عن التعويض. الآن إذا بدنا نيجي على كل حالة من حالات هذه المادة، بنقول بس خلينا قبل ما نبدأ نفصل فيها وفي أحكامها وما ورد فيها من شروط وأحكام، نأخذ معنا اتصال من الأخ وليد الذنيبات من الكرك. السلام عليكم أخي وليد. السلام عليكم. فيه عليكم السلام. أنا بدي أحكي لك عن موضوع محكمة سلطة المي، لما يحكموا لك بسلطة المي. محكمة سلطة المي مش بيحكموا عليك بحجز سلطة المياه انه سوت عليك حجز؟ نعم. طيب حاطين على الورثة. على الورثة. طيب انا مش انا الوريث، بس الملك مش باسمي. الملك مش باسم الورثة، باسم شخص. تمام. هلا السلطة بتقول احنا حاجزين على الرواتب كل الورثة. تمام. هلا احنا البوشان الارض باسم شخص ثاني مش باسم الورثة يا سيدي، شو نعمل احنا؟ انت من اللي محجوز عليهم يعني اخ وليد؟ نعم. تمام، خليني بس عشان اكون انا معك. صدر قرار بالحجز بموجب احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية على ورثة على مورثكم، صحيح؟ نعم صحيح. على مورثكم
يملك قطعة أرض، قطعة الأرض مش باسم مورثكم، باسم شخص آخر مش من الورثة. لا من الورثة يا سيد الشيخ. من الورثة. نعم يا سيدي نعم. طب إذا من الورثة الآن وصدر قرار بالحكومة، هلا بدنا نيجي لأصل الذمة. أصل الذمة على المورث ولا على الورثة أو أحد الورثة؟ على الورثة. أصل الذمة الدين على رحمة والدك يعني؟ أيوة على رحمة والدي يا سيدي. تمام. هذه لا. قطعة الأرض آلت لهذا الوريث إرثا من والده ولا هي باسمه قبل وفاة والده؟ لا إرثا من والده. إذا إرثا من والده الورثة مسؤولون عن الدين على عن المورث في حدود ما آل لهم من التركة، والحق للدائن أن يحجز على ما آل للورثة من التركة في حدود الدين وحدود ما آل لهم من التركة. بمعنى إذا أنت لك قطعة أرض آلت لك من مورثك المرحوم والدك، وعندك قطعة أرض هي ملك لك قبل وفاة والدك مش من أعيان التركة، لا يجوز انهم يحجزوا على قطعة الارض اللي اصلا باسمك، لكن ما قال لك من مورثك في حدود الدين لهم الحق انهم يحجزوا عليه. يا سيدي على السكن باسم وريث. ماشي، ما انت بتقول قالت ارثا، ارثا قالت. ليش ارث؟ ابوي فرغها له. طول بالك، ما انا بسألك بقول لك هي مملوكة لأخوك قبل وفاة والدك ولا بعد وفاة والدك وصارت إرث وتخارجتوا له؟ لا يا سيدي احنا ما تخارجنا له، هو الوالد فرغ له إياها قبل وفاته. قبل وفاته نعم سيدي. الآن هذا بدهم يثبتوا أنه هذا لغايات الإضرار فيهم ويحجزوا عليها، أما إذا لم تقل له من التركة هم إلهم في أموال المورث عند الوفاة. عرفت كيف؟ يعني انا سيد الشيخ انت مش فالاصل انه ما ينحجز عليها هاي. لا ما ينحجز مش عليها، على رواتب الورثة. رواتب الورثة من وين؟ رواتب الورثة موظفين حجزوا على رواتبهم عشان يستدوا ذمة على مورثهم. نعم. ما بطلع لهم. والسكن لو واحد من الورث ما بطلع لهم. ما بطلع للسلطة. لا، كيف تحجز على شيء انا املكه مش ملك مورثي؟ نعم. هذا الراتب مش من رحمة ابوك، هذا راتب دولة نتيجة عملك في الدولة مثلا او في القطاع الخاص. نعم يا سيدي. ما لهم علاقة، هم لهم بيحجزوا على الورثة في حدود ما قال لهم من تركة مورثهم، على التركة اللي قالت لهم من مورثهم فقط. والله يا سيدي الا اذا انتم كنتوا كافلين الدين، ضامنين الدين، متعهدين في الدين، هذا موضوع اخر. ولا كافلين ولا شيء. الحج فرغ له البيت. يعني انا اخي وليد حتى تقدر حتى تكون فضل. امورك اوضح فضل. الافضل انك تراجع محامي تقول له هذه تركة والدنا عندما عند الوفاء، هذا اصل الدين، نعرف شو اصل الدين والذمة اللي بتطالب فيه سلطة المياه، وتوضح كل هاي الامور للمحامي وهو بيعطيك الرأي السليم بشكل اوضح. انا على كلامك اذا كان دين على مورثكم ما بيستطيعوا يحجزوا على رواتبكم لانه هاي ما قالت لكم من التركة، هم يستطيعوا الحجز فقط على ما قال لكم من التركة فقط، اما ما دون ذلك الا اذا في علاقة اخرى، كفالة، كنت شركاء الى اخره، هذا موضوع اخر. عرفت كيف؟ فالاسلم انك تراجع محامي تفرجي اوراق ومستندات وقرار الحجز واصل الدين وليش حجزوا عليكم، بناء عليه براجع لك مديرية الاموال العامة وبرفع اشارة الحجز وما بيستطيعوا انهم يحجزوا عليكم. حياك الله. مع الاخ خالد القرالي من الكرك. السلام عليكم اخي خالد. اخ خالد. مساء الخير. هلا مساء النور، تفضل. كيف حالك استاذ؟ كيف صحتك؟ حياك الله، اهلا بك. الله يسلمك يا اخي. ودي اسالك من السفر يستانف واحد عليه من السفر، قضيه كانت عليه قبل كورونا ودي يطلع لهم روح حاطين عليه من السفر، بيقدر يستانفها؟ اذا في مده للاستئناف بيقدر يستانفها. هو ما استانفها يعني حاطين عليه من كورونا. مش مهم انه هو ما استانفها، هل تبلغ بقرار منع السفر ولا ما تبلغ بقرار منع السفر؟ لا. كيف صدر قرار منع السفر بحقه؟ والله يا اخي هو حاطين عليه، القضية كانت عليه شغالة بعدين يوم جو عليه من السفر ما تبلغ ولا شيء،
ليش نحط منع السفر بسبب كورونا لما استبدلوا الحبس بمنع السفر؟ أيوة هذا يوم استبدلوا لما استبدلوا الحبس بمنع السفر الآن له الحق إنه يستأنف القرار، لكن هو اللي بيصير بده يكون في صادر عليه قرار حبس بموجب قانون الدفاع أو أمر الدفاع 28 قالوا ما في حبس بس في منع سفر، فكل واحد عليه حبس يقلبوه لمنع سفر. أيوة. فصار عليه منع السفر الآن له الحق إنه يستأنف قرار إجرائي شايف عليه، لكن هذا بموجب أمر الدفاع. مضبوط وموجب أمر الدفاع. فحتى يخلص من أمر الحبس بده يسدد المبلغ اللي عليه. أيوة هو دوا بده يطلع على عمره وبعدين هم بيقولوا في عليه منع السفر والزلمة لا استأنف ولا شيء. أول ما بس إذا ما بيعرف وما بيعرف أصلاً بقرار الحبس اللي عليه وبالقضية التنفيذية اللي عليه بيقدر يروح يراجع، وإذا المبلغ أقل من 1000 دينار إذا أكثر بده محامي وبيقدر يروح يراجع ويشوف شو بده يعمل فيها. أيوة يعني المهم إنه بصير عليه استئناف هذا المطلوب يعني. إذا لسه لا زالت مدة إذا مش متبلغ أنت بتقول وما لا بيعرف مو متبلغ عنه. لا ما متبلغ بيقدر يستأنف ما في ما يمنع إنه يستأنف يعني. الله يطول عمرك. حياك الله أخي الكريم أهلا بك. معنا الأخ أحمد سليمان من عمان. السلام عليكم أخي أحمد. خير أستاذ كيف حالك حبيبي؟ أهلا بك يا سيدي. إذا كرمت علي في ابني مستأجر بيت نعم انكسر عليه 70 دينار فزلمة رفع قضية عليه بفسخ العقد بقول لغاية هسه مش مشكلة اللي تبلغ الولد عمره 11 سنة في البيت كان 14 سنة كمان لهون مش مشكلة. هاي اللي صار انه بعد يومين صاحب الملك بيجيب 2 على الدار بيجيب 2 على البيت نعم وبيخليه يطلع 2 على الدار بيجي على الولد اللي عمره 14 سنه بيعطوا له كاميرا بقول له صور لنا البيت من جوا احنا بدنا نشتريه. صاحب الملك ضلوا قاعد بالطابق الارض يعني ما طلع معهم بس نعم. 2 طلعوا صوروا واخذوا المعلومات عن البيت نعم. بدون حضور اي واحد كبير في البيت. فهل من اجراء كيف يعني صوروا البيت؟ لا شو السبب انهم صوروا البيت يعني؟ بحجة انه صاحب الملك قال لهم روح صوروا البيت لان انا بدي ابيع البيت ورفع قضية على الزلمة هذا اللي بحكي لك عن ابني يعني. طب والولد اخذ الكاميرا وصور واعطاهم اياها؟ واعطاهم الكاميرا نعم. وفي شو في كاميرات بالحارة رصدوهم يعني. وشو صور الولد؟ بس صور عفش وحيطان؟ الحيطان البيت يعني من داخله كلياته مصور غرفة غرفة والصالة و الى هيك بيت وكذا. يعني أنا مش شايف إنه فيها إشكالية يعني خاصة إنه واحد من أهل البيت اللي صور يعني لأنه عمره 11 سنة الولد مش البالغ هلا عمره 14 سنة وصور يعني نوعا ما مميز ومدرك وعارف شو الموضوع اللي بده يسويه زائد إنه الأصل إنه قبل ما يرد عليهم كان استشارك أو استشار والدته استشار والده استشار الأكبر منه أصغر منه في البيت لحالهم كان في البيت الثاني ما في تلفونات والله يا والدي هيك 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 الموضوع يعني هذا اللي صار والله. بس يعني أنا مش يعني يعني إذا أنت شايف إنه انتهك خصوصيتك انتهك حرمة خصوصية المنزل يعني ممكن تأخذ في إجراء بس أنا مش شايف خاصة إنه اللي صور هو الولد ابنك اللي هو يعني القاصر خلينا نقول حتى ولو قاصر نعم وبعدين مش هالإجراء العظيم يعني صور عفش وصور وشو بده يبين ويربط إنه هذا العفش يعني إذا أنا اطلعت عليه وما بعرف ما دخلت بيتك وما بعرف بيتك شو بده يعرفني انه هذا العفش لك او هذا وضع بيتك او هذا يعني اذا انت شاعر انه هذا فيه اساءة رتب لك اساءة خرق لخصوصيتك خرق لحرمة منزلك باستطاعتك تقدم شكوى عليه وتثبت وتقول انا تضررت انهم دخلوا وصوروا وانتهكوا خصوصيتي وكشفوا اذا خاصة اذا نشروا هاي الصور عرفت كيف اما اذا ما نشرت هاي الصور يعني انت بدك تقدر فيها. حياك الله اخي احمد. معنا الاخ نذير القيسي القدسي. السلام عليكم اخي نذير. الله وبركاته. حياك الله. عليكم السلام. استاذي الله يحييك. الله يكرمك. بدي اسالك اعرف حقوقك. يعني بالنسبة للقانون والله انا دخلت بالحيط. يعني أنا عندي مخزن مؤجر من 5-6 سنين مش عم بدفع أجرة. نعم. وبعد ماخذ عليه من 4-5 سنين 3 إنذارات. نعم. الله ينعم عليه. ورفعت عليه قضية إنه
مخل بدفع الإيجار، وأخذت عليه 3 إنذارات من 4-5 سنين، استأنف وردينا على الاستئناف وكسبنا الاستئناف. نعم. وبسبب المشاكل كثير والقضايا كثير يعني اللي أكثر من اللازم وما عم تخط عم يعني صاحب الحق عم بضعوف حاله، وإذا كان معتمد على المدير المأجور مش عم يعني 4-5 سنين من غير إيجار، لو أنا معتمد على المأجور كان أنا مموت من الجوع من ما بالله يوم السنين وده. لا يا أستاذ، بعد ما بكسب الاستئناف نعم تميز ندفع رسوم التمييز، بعد 5 شهور لما بيجي دورنا بالتمييز أتفاجأ أنه مش دافع هو رسوم التمييز، بما أنه هو اللي ميز ومش دافع الرسوم المفروض خلص ينقضى الحكم أنه مش دافع رسوم التمييز خلص يرفض الدعوة، بترجع للاستئناف وبعد ما أخذنا قرار من الاستئناف بعد 8 شهور وخاصين من الاستئناف بعد 8 شهور برد بصير في عند القاضي حكم على الاستئناف، ما احنا اخذنا قرار بالاستئناف ليش ترجع تاخذ حكم ثاني؟ رجعت لانه مش دافع رسوم، مش دافع كامل الرسوم. طب انا شو علي انا وين عليك؟ انت ما عليك، هذه اجراءات تقاضي، في اجراءات رسمها القانون، في امور شكليه. بعد ما اخذ قرار بالاستئناف معلش، ما هو الان محكمه التمييز اخي الكريم فيها بالاستئناف ارد القاضي. يعني اولا احنا قضيه معروضه على القضاء، ما بعطيك راي فيها ولكن بعطيك بالعموم، شايف علي؟ نعم. شوف، طالما انه محكمه التمييز وجدت انه هناك اعادتها لمحكمه، نقضت القرار واعادته الى محكمه الاستئناف لتكليف المميز باستكمال، بجوز فرق رسم، في فرق رسم عن مرحلة الاستئناف في بكون، وفي فرق رسم عن مرحلة التمييز، فرق الرسم عن مرحلة التمييز بكون دفع أمام محكمة التمييز بموجب قرار يصدر عن محكمة التمييز، بتكلف الدافع فيه وبتمهله مدة المميز أو المميز ضده حسب، وبتكلفه بدفع فرق الرسم خلال مدة معينة أمام محكمة التمييز. الآن إذا وجدت أن هناك، اسمعني أخي الكريم، إذا وجدت أن هناك نقص في رسم الاستئناف فهي لا تستطيع أنها تدفع رسم الاستئناف أمامها، يجب أن يدفع رسم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، فبتنقض القضية وبترجعها لغايات تكليف المستأنف أو المستأنف ضده بدفع فرق الرسم، بدفع فرق الرسم وترد محكمة الاستئناف بتصدر قرارها وإله الحق أنه يرد يميز هذا القرار. هذا كإجراء قانوني بالعموم. الآن بخصوص دعواك ما بقدر أجاوبك إلا إذا شفنا أوراق، ما عرفت كيف؟ لأنه هذه قضية صعب نجاوبك فيها، أما كإجراء هيك بصير الإجراء يعني بحكم الخبرة هيك الإجراء من محكمة التمييز. المحامي اللي مكلفه بيقول لي إنه بده يرجع محاكمتها بالاستئناف بعد 8 شهور، طبعا 8 شهور راحوا علي بسبب ما إشي بروح عليه. أنت استلمت أخي الكريم، أنت استلمت المأجور ولا ما استلمت المأجور؟ بعدني انا من 5 سنين بعدك ما استلمت المأجور. عند انتهاء الدعوة لك الحق انك ترفع دعوة طالب ببدل اجر المثل عن الفترة اللي بقي المأجور تحت يده من تاريخ صدور قرار محكمة الدرجة الاولى بفسخ العقد الى الوقت، يعني من الوقت اللي بصدر فيه قرار ببين تاريخ فسخ العقد الى تاريخ استلامك للمأجور، هاي الفترة لك الحق انك تطالب فيها عن بدل اجر المثل، وهي غير خاضعة للتقادم لوجود مانع اللي هي انه الدعوة منظورة امام القضاء، ما بتخضع انه والله قضاء انه تتقادم بمرور الـ3 سنوات. فهذه محفوظة، مدة الاجرة بالنسبة لك محفوظة، ما عندك اشكالية انك تطالبه بالاجرة المستحقة عن الفترة اثناء نظر الدعوة. ولكن انا اللي بقصده انه انا بعد ما طلع قرار بالاستئناف ترجع تتحاكم بالاستئناف مرة ثانية بعد 8 شهور وتعطيل 8 شهور، يعني ما احنا خلصنا من الاستئناف ليش نرجع للحكم بالاستئناف؟ ويا اخوي هذه اجراءات، هذه تراتبية في القانون، هذه تراتبية في القانون، اجراءات قضائية. شكرا لك، عرفت كيف؟ حياك الله، اهلا بك، حياك الله. معنا الاخ حسني حسن، السلام عليكم اخي حسني. الو
يعطيك العافيه. اهلا يا اختي تفضلي. شو اسمه، احنا والله عندنا قدمنا شكوى للمحكمه بدايه الزرقاء اللي هون، عندنا احنا من الزرقاء احنا. حياك يا الله. قدمنا، كان واحد ساكن عندنا وما كان يدفع الايجار، كان مضيع هويته، ظل يتحجز لمده اكثر من سنه. بعدين صار يدفع عنا اقساط 50-50، بعدين قطع عنا 6 شهور. استفينا عليه المحكمه. بيجي عندنا كان بيجي يرجع، بس احنا ما بدنا ناجل خلص لانه ضيقنا. نعم. من التعوش يعني لحقونا. طيب. اللهم صل على سيدنا محمد. استفينا عليه ان 4 شهور من شهر من اول 8 استفينا عليه، وظل يحولونا من محل لمحل، اخر شيء صارت للتنفيذ. طيب. بيكون بدون يقطع من راتبه لانه هو بيشتغل بوزاره الداخليه. تمام. بس مش عارفين شو، لازم نضلنا نركز، احنا تعبنا جوز زينه كبير، واحنا ركبنا بوجعنا ضلنا نركز على المحاكم مش قادرين. اختي يعني هاي الاجراءات القضائيه في اجراءات ورسمها القانون، لازم انه احنا نتبعها لغايه تحصيل الحق. احمدي ربنا انه انت الشخص اللي محكوم عليه موظف، فباستطاعتك انك تطلب الحسم من راتبه، وبتصير عملية الحسم بشكل الكتروني ما بين دائرة التنفيذ والجهة التي يعمل لديها، والفلوس اللي بتنحسم وبتصل لدائرة التنفيذ بتتحول لحساب المدعي او المحكوم له مباشرة على الحساب البنكي بشكل الكتروني بدون مراجعة، بدون ما انه ضلوا رايح جاي على المحاكم. بس الان بدك تكملي معاهم بحيث انه يطلع قرار الحسم ويتبلغ للجهة اللي بيشتغل فيها، وبتصير الحسوميات تنزل كل شهر بشهر، وبتتحول إليك على الحساب البنكي على الآيبان من غير ما تراجعي محكمة. أهلا بك رشيدي. إن حتى حولونا على التنفيذ يا سيدي، الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. أنا اختيار عمري زل 80 يعني 81. أنت الخير والبركة. الله يبارك في عمرك. وبعدين أنا عندي عيد في عيني وبشوفش. الله يعافيك ويشافيك ويأجرك. أنا سكنت عندي واحترمته واعتبرته زي ابن إلي، لو إلي أولاد. فهو الزلمة قاعد صار يعني ادعى إنه هويته مرضية أكثر من سنة ما دفع ليش. وبعدين قول له الأهل هوية معاه، شفنا له معه هوية وله بكل لكيتها. المهم بطل يدفع لنا، وأجا واحد كتب عليكم بيانات ودفع 3 كوبيالات، دفع كوبيالتين وثلاثين 5 كوبيالات، ولا عليه 11 كوبيالين. نعم. ومت عليهم. اجى اخر مره اعطاني 50 دينار وبقول لي يا عم بالحج بدي البيت. قلت له يا ابوي لما ما تدفع لي عليك العتب بتقول بدي البيت، وعليك هسه 11 كوبيالي وبتقول لي بدي البيت. نعم. فزعل هو، زعل وبطل يجي علي من مرة. قعد 6 شهور أو أكثر من 6 شهور ما شفتوش. بعد ما كنت عليه دعوة، لما كنت عليه دعوة صار عليه دعوة بقول لك صرنا محاكم وحولوني للتنفيذ، بس إني أكثر من يعني بدي أقول أكثر من 60 بجوز 50 يوم أو أكثر ما شفناش شيء. ما هو معلش انت الان حولوك على التنفيذ، بدك تتابع مع التنفيذ، بدك تبلغ الاخطار التنفيذي، اذا ما دفع خلال المده القانونيه بدك تطلب الحجز على راتبه، وبعد ما تطلب الحجز على راتبه بدك تحول الكتب، يعني بدك تتابع القضيه التنفيذيه يا اخي الكريم. اذا ما تابعت ما بزبط، يعني مش انه والله حولوك على التنفيذ ودفعت رسوم التنفيذ او نفذت القرار وخلاص، في اجراءات بعديها بدك تبلغ الاخطار التنفيذي، بدك تشوف شو بصدر قرار، تبلغ ما تبلغ، بعد ما يتبلغ بدك تشوف تنتظر المدة القانونية، بعد فوات المدة القانونية دفع او ما دفع، بدك تطلب حسم، بدك تطلب حجز، بدك تطلب حبس، بدك تطلب، هذه كلها بدها متابعة، ما بتسويها الدائرة لحالها. كل واحد يتابع قضيته اخي الكريم. لا والله احنا ما رحناش، قالوا لنا بتغيبوا شهر. لا بدك تتابع القضية عشان تعرف وين وصلت وشو صار فيها وين الإجراءات اللي تمت، يعني هيك يا سيدي. أما مش لحالها بتمشي. حياك الله. حياك الله أخي الكريم، أهلا بك. معنا الأخ أبو العبد من عمان، السلام عليكم. وعليك السلام أستاذ طارق، كيفك؟ الله يحييك. إن شاء الله خير. الله يكرمك. الله يحفظك سيدي. أنا
بعت قطعة عرض إلي بموجب وكالة خاصة مضبوط الثمن غير قابل للعجل. نعم. غير مقبوط الثمن. مقبوط الثمن. مقبوط. غير قابل للعجل. نعم. طبعا الزلمة أصر بده وكالة. نعم. نزل بسلاجة بده وكالة. تمام. استمرت الوكالة هذه سنة كاملة وما اتصرف بالأرض. نعم. رجعت الأرض لمين؟ إلك. إلي. نعم. وأنا بلغت قلت له الوكالة انتهت وبدي أجددك إياها، قلت أنا جددتها له. تمام. انتهت السنة الثانية. تمام. وجددتها له. نعم. والسنة الثالثة وجددتها له. السنة الرابعة مضى من انتهاها شهر. نعم. فرفع لي قضية حقوقية بمطالبة 80,000. بطالبك بقيمة الأرض المبلغ اللي دفع لك إياه. اعترضنا. نعم. حكمنا بالمبلغ هذا، اعترضنا، ما حضرنا الحكم، استأنفنا، رد هالاستئناف بالحكم إلو بالأرض والمبلغ. أيوة. الاستئناف قراره حكم للمشتكي بالمبلغ والأرض. طيب كيف يصير هيك؟ ميزت ولا ما ميزت؟ لسه بعد ما ميزت. بدك تميز. انا لو انه حكالي من اول شهر ما اخذ. هلا كيف انا ما بقدر اجاوبك طالما موضوع معروض على القضاء. اذا بتمرر لي القرارات اشوفهم شو بقدر اخدمك في هذا الموضوع. نعم. عند القرارات تبشر. استاذ طارق. نعم. انا لو حكالي من اول شهر، من اول شهر فلوسه موجودات، برجع فلوسه وبرجع الارض. نعم. انا بعدين انت ما تصرفت في الارض. ثلاث سنوات انا جددها له. انت الان الارض لا زالت موجوده وباسمك؟ الارض موجوده حاليا باسمي ومعاه وكاله مقبوله الثمن غير قابل عزل وحكموني بالمبلغ 80,000. يعني انا يعني اذا بطلع على الحيثيات ما عندي اشكاليه اشوفها، اذا بتبعث لي اياها على الواتساب بس اشوف. بس شو انا والله معاي محامي، يعني موكل له محامي الشاطر. انا اذا يعني من قبيل هيك بس المعرفه مش اكثر. الله يسعد قلبك يا استاذ طارق والله. يعني اما الاصل هو انه طالما انتهت الوكاله وهو ما استفاد من الارض له الحق انه يطالبك باسترجاع الاموال اللي دفعها لك، عرفت كيف؟ لكن انه يحكم له بالارض والمبلغ ما بقدر اجاوب الا لما اقرا القرار، عرفت كيف اخي ابو العبيد؟ حياك الله. معنا الاخ محمد الشناق من اربد. السلام عليكم اخي محمد. أخي محمد. نعم نعم. السلام عليكم، تفضل. أستاذي والله بدنا نستفسر عنك عن هالمعلومة، نستفسر منك. تفضل. يا سيدنا العزيز، في أنا إلي مبلغ من المال على واحد شاب كنت أشتغل معه، طبعا عن طريق البنك، يعني أخذت له على حسابي قرض من البنك ووقع لي شك لمدة وقع لي شكات بنكية على بنك الأردن يعني تقريبا لعشرين يوم. نعم. طبعا هاي القضية قبل 8 سنوات تقريبا صالها. نعم. والآن أنا ظلوا أكثر من 6 سنين هم ما أطلع المحاكم وروح تعال روح تعال، كأني أخذت حكم بعد ما غادر البلاد. نعم. سافر على أمريكا كأنه الحكم. نعم. شايف. والآن أنا يعني مش طايل مني ولا شو، بقصموا علي كل لغاية الآن البنك راتبي كامل، أنا متقاعد عسكري. نعم. يعني وفيك برضو كمان أنا كنت 5 سنوات أشتغل معهم نفس اللي هذا، ورفعت عليهم قضية حقوق رواتب وما زي هيك شغلات حقوق عمالية أخذوها. وأخذت أنا حكم كمان ب10,000 دينار، المبلغ الأول 10,000 والمبلغ هذا 10,000 ثاني، وحكمت طبعا. نعم. في كانت هو شريك مع أبوه موجود هون، حكموا لي على المحكمة وتفاجأت بعد حكم يعني طبعا فترة، وأنه أبوه رأى مزورين شك، الشخص نفسه اللي كان موقع لي شك ابنه هون مزور شك بقيمة 5,000 ورقة موقعينه عني ومقدمينه بمحكمة الكورة. نعم. شا
يسأل. أنا بعد سنتين استاجعت هيك، جاني مسج هيك صاحب الرقم هذا يراجع التنفيذ، رحت هيك أنا وإنه بقول أنت عليك شك، موقع شك 5000 شخص نفسه. قلت طيب أنا ما لا أوقع الشكات، طب أنا اللي عنده شكات وتواريخ قبل ما هو الشك تاريخه يعني اللي مزورينه. نعم. والآن اضطريت أنا وكلت محامي الآن وهي بالمحكمة لغاية الآن منظورة ومش عارف لا وقعت ولا إيش. طب أنا اللي عندهم 20,000 دينار، طب أنا شو جاب أتكلف بمحامين وقضايا وكذا؟ والله الواحد يعني راتبي قاعد بروح ليهم لغاية الآن، أنا بسد عنهم صار 8 سنوات بسد عنهم. نعم. ومش عارف كيف، شو رأيك؟ يعني هذه إجراءات قانونية، حقك تدافع عن نفسك، لا سيما أنك تعرضت لعملية احتيال من قبل شخص وعملية تزوير، زور عليك شك وقام دعوة وانت عمالك بتدافع عن نفسك حتى ما تتغرم بال5000 دينار. الطريقة الوحيدة انك تطعن بالتزوير، طالما انه مش توقيعك ومش خطك فحتاخذ فيها ان شاء الله حكم بانه ما عليك هذا المبلغ. لكن في سبيل انك تحصل حكم البراءة وانك تخلص من هذا المبلغ، بدك تتحمل النفقات المتوجبة بحكم القانون للمحاكم، وستعود هاي النفقات على الطرف الخاسر واتعاب المحاماة للمحامي اللي بتابع لك قضيتك. الآن أنت بدك تبحث عن أي أموال لهذا الشخص قابلة للتنفيذ عليها وتحجز عليها وتنفذ عليها وتبيعها بالمزاد العلني حتى تستد أموالك، أو بدك تنتظر إلى أن يعود إلى البلاد تقدر تنفذ عليه. ما دون ذلك ما في إجراء. أستاذ هذا عليه 28 قيد يعني ما دون ذلك ما في إجراء. طيب أستاذ في برضو كمان قبل شوية طرقت قلت إنه فور إلكتروني بحاولوا كذا، أنا حجزت في أبوه الثاني المبلغ 10,000 الثاني، حجزنا مبلغ 200 دينار من 10,000 الثانيات عن طريق المحكمة من عن طريق الأجرة، هو متقاعد جيش ويعني وما مش بطول بقعد يعني من 4 شهر ماضي تنهن شهر وفوق الشهر تنهم يحولوهن. هلا هاي عملية التحويل هذه إجراءات داخلية بين دائرة التنفيذ وبين الجهة اللي بتحول، أنا ما بعرف فيها قديش بتاخذ وقت، والله ما بعرف فيها، بس هاي إجراءات حسم يعني حسم من الراتب لبين ما تتحول وتدخل في الخزينة وصندوق دائرة التنفيذ، أنا ما بقدر أفيدك فيها. أستاذ أنا بروح على دائرة التنفيذ. نعم. أنا بروح على دائرة التنفيذ يعني بلاقيه الموجودات عندهم، قدرت أن أروح أنا أحركني يحاولوهم يقولوا كمان يومين ثلاث بنزل. معناته بدك تتبع كل أول شهر بدك تصير تراجع في دائرة التنفيذ وتقول يا دائرة التنفيذ إجاني مبلغ عندك، حولي لي اياه من حسابي من على حساب القضية، مع انه هو الاصل انه يكون هذه العملية كلها مؤتمتة والكترونية، لكن هنا بنرجع عن عملية المتابعة من المسؤول عن الاجراءات اللي بضعها والتعديلات اللي بدخلها على آلية العمل. يعني وزارة العمل مشكورة اتمتت كثير من الامور في وزارة العدل، عفوا وزارة العدل، لكن عملية المتابعة حتى نسد الثغرات والنواقص مش موجودة. أنا كثير بتعمد أني أسأل زملائنا الموظفين في المحاكم، بيجي حدا بيراجعكم من وزارة العدل أو من جهاز الآي تي بقول لك شو لقيت ثغرات في النظام اللي عمالنا بنشتغل عليه، بقول لك لا ما حدا بيسألني، مع أنه في شغلات كثيرة بدها تطوير، وأكثر إنسان قادر أنه يقول لك شو اللي بده تطوير هو الموظف اللي بيشتغل على هذا النظام. لكن للأسف عملية المتابعة مش موجودة. بنتغدنا أنه عندنا نظام إلكتروني، مع أنه النظام الإلكتروني في كثير من الأحيان بطفي، بفصل النظام وبنقعد نص ساعة أو ساعة في المحاكم ننتظر لبين ما يرجع النظام، والأصل أنه هذا النظام يكون مستعد يعني 24 ساعة أونلاين ما يصير عليه أي ضرر، لأنه إشكالية لما بفصل هذا النظام. لكن هينا ماشيين معاهم وماشيين معنا، والله يجملها بالستر. مع الأخ طايل الهبايبة من الهباهبة من عمان، السلام عليكم أخي طايل. طارق حياك الله، كيفك أستاذ طارق؟ إن شاء الله خير. الله يكرمك. الله يحفظك يا رب من كل سوء. أستاذ طارق لو تكرمت بخصوص أمر قانون الدفاع. نعم. الآن قانون الدفاع أنت عارف على المحك، ومضى سنة سابقة صدر قانون الدفاع، ولكن بالنسبة لقانون الدفاع يعني منع حبس المدين بس ما أنطى حرية الشغل. فالآن في عضو غرفة تجارة عمان صرح انه اي شخص بقدر يعمل تسوية او يسد المبلغ اللي عليه مهما كان المبلغ لمدة 3 سنوات بدون دفعة اولى. نعم. الان انا مستعد بالنسبة لي، انا لا امثل الا شخصي بس فقط لا غير، يعني انا ناوي اني اسد، فياريت يعني بتروح على دائرة الترخيص. انا سائق شاحنة استاذ طارق الله يكرمك.
فبدي اشتغل واسد، يعني يا ريت انه يسمحونا تو عدالة الترخيص تجدد رخصتك توقف عدم محكوميتك وتروح تجدول على مدة 3 سنوات، وانا مستعد اجدول واحط كفيل، ما عندي اشكالية. شفت الدائنين وراجعتهم من خلال والله راجعتهم استاذ طارق، حتى انه في ايدي كمبيالات، يعني اضافه للكمبيالات اللي عندهم، وانت عارف دائما انا ما بدي اذم المدينه هو صاحب حق، لكن لما تكون هي الدوله الفصل بين الدائن والمدين، تحكم الدائن وتحكم المدين وتفرز الناوي انه يسد واللي مش ناوي يسد. صحيح. وبس يعني كلامك انا بأيد، انا يعني الحلقه الماضيه قلت انه موضوع يعني حبس المدين، يعني هي احنا اليوم 29/11 بقي شهر 12 على موضوع تأجيل الحبس سواء للمدين او فيما يتعلق بالقضايا الجزائيه، ولغايه الان لم يصدر دوله رئيس الوزراء امر دفاع بهذا الخصوص. والله يا استاذ طارق انا لم يعالج ولم يناقش هذا الموضوع. اليوم قناة الحقيقة الدولية على نشرة الأخبار نشرت تقرير بهذا الخصوص واستمزجت بعض آراء النواب واللي كان لهم وجهات نظر، ولكن قالوا أنه لغاية الآن لم يرد لو لم ترد التعديلات، على كلام الأستاذ صالح العرموطي بأنه لم ترد التعديلات إليهم. هلأ ما وردت للأستاذ صالح، ما وردت للمجلس، أنا ما بعرف، لكن هكذا قال أستاذ طارق. نعم اسمح لي بكلمتين. نعم. بإمكان يعني رئاسة الوزراء تجرأت وطلعت الأمر الدفاع وبارك الله فيهم، مش مقصرين، لكن الآن بإمكانهم يصدروا أمر دفاع يفتحوا باب التساوي للناس لمدة 3 سنوات ويحلوا الناس. طب أنا رب أسرة أستاذ طالب وناوي أسد، طب أمر الدفاع أنا لا وديني أسجن، يعني خليني أخلص، يعني لاني يعني رجال وراك أسرة، ولما ابنك يطلبك شغلة أو عندك ابن بدرس وانت ناوي تسد، طب حلوا هالناس يا اخي اللي ناوي تسد. الان بكره بامكانهم ما يطلعوا يقولوا الناس اللي بدها تروح تجدد رخصها تجدد رخصها، تنتهي، خلينا نبدا صفحه جديده وسنه جديده فيها الخير والبركه على الجميع. ما هذا اللي اقترحناه، انت يعني استكمل اللي انا بحكي فيه، وهذا اللي اقترحته انا الحلقه الماضيه. فمجلس النواب ما راح يقدر يناقش تعديلات على قانون التنفيذ من هون ل 31/12، ولن تنتهي الاجراءات الدستوريه خلال شهر. معك أنا أستاذ طارق، مجلس نواب ومجلس أعيان ومن ثم إرادة ملكية أو مصادقة عليه من جلالة الملك ومن ثم نشر بالجريدة الرسمية، فمعناته ما راح يكون 1/1 في عندي كلامك، راح يصير عندي إشكالية. كلامك منطقي سليم أستاذ طارق. الحل أن يتدخل رئيس الحكومة بموجب قانون الدفاع زي ما تدخل أول مرة. نعم يتدخل الآن، ولكن إحنا قاعد بأخر، احنا قلنا من الشهر الماضي واللي قبله قلنا يجب ان يصدر امر دفاع حتى انظم حالي. يا بتقول لي انا ما بدي اجدد امر الدفاع 1/1 دبر حالك حتى اعرف راسي من رجلي، وحتى جهاز الامن العام يستعد للكوارث اللي ممكن انها تحدث واللي لا قدر الله ما بدنا اياها تصير، واحنا بنقول انه لازم على الحكومة الان هذا دور يجب ان يطلع فيه رئيس الوزراء ويجب ان يتخذه، لانه هذا الامر اذا بده يترك الموضوع دون اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بموضوع حبس المدين بموجب أحكام قانون التنفيذ أو الحبس على قضايا الشيكات اللي أجلها بموجب أمر الدفاع 28 وما بده يتخذ إجراء، هذا راح يسبب إشكالية في 1/1. أستاذ طارق، إشكالية للمواطن، إشكالية للدولة، وإشكالية للمجتمع. أستاذ طارق. نعم أخي. الله يكرمك وعلى حسن استماعك، الله يبارك فيك. نعم. استاذ طارق، حتى لو صدر امر دفاع بدون حلول لا يجزي شيء ولا راح يستفيد منه انسان. أخي احنا طايل. بدنا امر دفاع فتره أخي طايل. شهور مرتبط يعني بالحلول. ماشي، ما احنا انا الحلقه الماضيه اذا انت حضرتها انا طرحت حل وقلنا يا دوله رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع بموجب قانون الدفاع اصدر امر دفاع، قول بدنا ناجل الحبس على القضايا التنفيذيه والحبس على قضايا الشيكات، الحبس على القضايا التنفيذية بدي أجله 6 أشهر، بدي أجله سنة، لكن هذا التأجيل مشروط بعمل تسوية لسداد الدين يوافق عليها رئيس التنفيذ وليس الدائن وبدون دفعة أولى. كلام منطقي وسليم. ويوافق عليها رئيس التنفيذ. هذا فيما يتعلق بالقضايا التنفيذية، اللي حاب يحل حاله يجي يعرض تسوية ويلتزم فيها ويتأكد رئيس التنفيذ من مقدرته المالية يحدد عليه مقدار القسط،
دون الإخلال بحق الدائن، إنه يقول يا عمي هذا عرض 100 دينار بيقدر يدفع 1000 اطعن، وإذا أثبتت إنه بيقدر يدفع 1000 احبسه. كلام منطقي. أو وافق على 1000 كلام. فيما يتعلق بقضايا الشيكات بدك تأجل الحبس، طلع قرار تأجل الحبس وتقول ل30/6/22 ل30/12/22 لكن بشرط بده يدفع ربع قيمة الشيك في صندوق المحكمة، ودون الإخلال بحق المشتكي إنه إذا عنده فلوس أو عنده دين أو بيقدر يثبت إنه بيقدر يقول ويقدم ما يثبت. لكن إذا اندفع الربع أنا حركته، سديت لك ربع المبلغ، وبالنسبة للدائن عماله بدفع لك بصندوق التنفيذ بدفع لك فلوس، هذه الفلوس صدقا بجوز تجمع لها أكثر من 100 مليون. نعم. بتحرك نعم. الاقتصاد المحلي. أستاذ طارق. نعم. الله يحفظك، شكرا. ثاني مرة، احنا ما بدنا قانون دفاع انه يربط رخصتك، يربط عدم محكوميتك مع قانون الدفاع. يعني لو ينطوا سنة للناس بس طول بالك اخي طايل، انت رخصتك تجديد الرخصة لانه في عليك قرار حبس الان، حبس ما في. لا ما هي المشكلة يا استاذ طارق عندي، انا لو اقول لك والله بالسنة هاي يا استاذ طارق كان انا سديت بدون امر دفاع. انت يعني قرار حبس الان ما في، بتقدر تجدد الرخصة؟ لا ما في استاذ طارق، واتحدى يعني اي انسان مع احترامي الشديد لشخصك الكريم اسأل بكرة عن الموضوع هذا، بروح بتقول لك روح خلص بعدين تيجي بتجدد رخصتك. طب انا هي رخصتي معيشتي. طب انت يعني الان المفروض الطلبات اللي عليك اخي الكريم تحولت من حبس الى منع سفر. كلام منطقي وسليم، وهناك على الكمبيوتر بقول لك روح خلص، ما انا اعطيك الكلام ابدا. هذه معناته هذه بحاجة الى متابعة. هاي هي اللي احنا بندور عليها استاذ طارق، انه قرار امر دفاع محل الناس وحط علي منع سفر. واذا انا سايق شاحنة بدي اسافر انا بقدر اسافر، بس اجيب لك كفيل مليء بقيمة ما انا متفق انا والتقسيط تبعي. يعني لازم يكون في حلول. والله اخي طايل اللي بتتفضل فيه انه مهم وبحاجة إلى متابعة، بوعدك إني أتابع الموضوع، لأنه الأصل إنه أنا ما علي حبس، مش مطلوب، علي منع سفر، الأصل تجدد لي الرخصة، أعطيني عدم محكومية، إذا كانت الدعاوى اللي عليك دعاوى مدنية بتاخذ عدم محكومية، ما عندك إشكالية. وكلامك منطقي، لكن إذا أنا علي منع سفر تمنعني أخذ رخصتي، أجدد رخصتي كونها عمومية أو جميع الفئات أو إلى آخره، هذه بحاجة إلى متابعة. أنا بوعدك إني أتابع في الموضوع. بارك الله فيك وشكرا على الصديق. حياك الله أخي طاهر، أهلا بك. معنا الأخ أبو محمد من إربد، السلام عليكم أخي أبو محمد. يعطيك العافية أستاذ طارق. الله يعافيك. الله يخليك، بدك تحملني شوي في قضية بتخصني أنا وبيجي 30 شخص معي. يعني أنا بتحملك ولكن مع الوقت يعني بدك تراعي معك دقيقة تفضل. إحنا كنا نشتغل مكتب تاكسي بإربد بـ2018. بدون ذكر أسماء تفضل. تمام. بدون ذكر أسماء، هذا المكتب إحنا منوقع له شكات. تمام. مقابل السيارة، هذا المكتب أخذ السيارات منا وتشك علينا الـ30. حكمنا جزائيا، انحبسنا طبعا كل واحد لحال، انحبسنا دبروا أهلينا مصاري ودفعنا له إياهن المصاري. نعم. الشكات طلعنا من السجن أستاذ طارق، شايف هسه روحنا عليه بدنا باقي شكاتنا اللي عنده، ولا بقول لي المكتب تاع السرق والشكات تاعك والسرق رحل بالسرقة. قل له وين تبليغ الشرطة؟ هذا الحاكم من 2019 لما انحبسنا. تمام. احنا رفعنا عليه إساءة أماني، الإساءة الأماني شبيه العفو العام اللي جاء قبل فترة. تمام. فهسا اليوم اللي تفاجئ انه الشكات عنده بتصل فينا، بقول يا بتيجي بتدفع المصاري اللي عليك ونضايلي، يا اللي بدي اشتكي عليكم. هو حبسته ودفعنا له المصاري. لما شكيتوا عليه إساءة الائتمان شو جاوب على موضوع الشكات؟ شو قال وين الشكات؟ كنا بعد نجلس احنا بنجيب الشهود ناس، اجى العفو العام. ماشي، مش انت رفعت شكوى عليه؟ نعم. على المكتب. وحضر امام المحكمة مثل امام المحكمة؟ كان محامي يحضر. محامي شو جاوب؟ قال عندي الشكات انسرقوا، إلهم شكات ما إلهم شكات؟ كان بعده ايام ما بينات، واحنا قد بيناتنا احنا يا اخوي. بجوابه لما سالته المحكمه عندك شكات ولا ما عندك شكات، مستندك جرم اساءه، شو جاوب؟ ايام الحبست انا على الشك الجزاء. راجع صور الملف الجزائي في اساءه الائتمان، قد تجد فيه ما يفيدك. اذا ما وجدت فيه ما يفيدك، اقواله انه سرق الشكات من المكتب، اذا في شهود بيشهدوا بهذا الكلام والان ظهرت الشكات عنده،
هذا بيعن فيه انه في عنده احتيال وفي عنده اساءة ائتمان وبتقدر تقاضي عليه. الله يخليك يا استاذ طارق، يعني يا رب ان شاء الله. حياك الله، اهلا بك. يعني على ضوء، على بس لاني انا استأمني على ضوء الحلقة الماضية لما حكينا عن موضوع التأجيل فيما يتعلق بأمر الدفاع وعرض تسوية، اتصل معي أخذ الإخوان وعنده مبادرة، وقد تكون يعني هذه المبادرة ممكن تلاقي يعني قبول عند البعض فيما يتعلق بالمتعثرين. اقترح أن تكون هناك جمعية، هاي الجمعية يعني يتم اشتراك فيها من قبل المتعثرين القادرين أنه يدفع مبالغ بسيطة. مثلا بقول لك هو بيقترح أنه دينار في اليوم، بحيث أنه مثلا بيدفع 30 دينار بالشهر، وبتصير عملية تجميع لهذه المبالغ بحيث أنه يكون نوع من أنواع التكافل الاجتماعي فيما بين جميع المتعثرين، وبصيروا عملية جدولة للديون عليهم بشكل من خلال لجنة، اللي محتاج، اللي وضعه سيء أكثر، اللي عليه طلبات أكثر، اللي بالإمكان سداد دينه، يعني بآلية ممكن ترتيبها. هذا كان اقتراحه، أنا لأني وعدته أني أحكي في اقتراحه، هو وعدني أنه يزورني ونتباحث أكثر في موضوع الاقتراح، لكن برضو أنا فكرة بطرحها، يعني بنقل الفكرة تبعته، بقول هو مقترحه أنه إنشاء جمعية، هاي الجمعية بحيث أنها تكون نوع من أنواع التكافل الاجتماعي فيما بين المتعثرين لإعانة بعضهم البعض بحيث أنهم يقدروا يسددوا ما عليهم من التزامات. هذه فكرته. أنا وقت برنامجي يعني استنزفتنا الاتصالات وما حكينا على موضوع التعويض، إن شاء الله بنستكمل في حلقة قادمة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، هذا محدثكم، يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.